بتاعتها عاليه جدا. دي معلومه برضو ليك، يعني الاتش بتاعه الانتاج بتبقى في حدود ال 30 متر، الاتش بتاعه الطرمبات اللي بتزق على المدينه بتبقى ممكن توصل لحد 80 متر، انت متخيل الاتش توتال بتاعتها بس. فطبعا ده رقم كبير يعني. تمام، عشان تبقى قادره ان هي توصل لكل المدينه وما تطلع للادوار العليا بدون، المفروض بدون ما الناس تركب مواتير او حاجه. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل ان الناس بدأت تستخدم الميه بالاغراض المختلفه. الناس سامعيني كلكم صح كده يا شباب؟ معاك يا الناس بتبدأ الناس بتبدأ تستخدم الميه بالاغراض المختلفه، كل حاجه جوه البيت سواء طهي سواء حمام سواء مطبخ، وبتبدأ تصرف الكلام ده. طيب انت كلها شهر شهرين وهتبقى مهندس وممكن تشتغل في مجال التشطيبات، وارد جدا كتير مننا بيعمل كده اصلا. الفكره بقى ايه اللي بيتم لو انت بتشطب شقه، تحديدا في حته الصرف، بتشوف المطبخ، الصرف طبعا اللي جاي في الشقه كله بيبقى منين؟ من المطبخ ومن الحمام، مفيش حاجه تانية. كلام جميل، ببدا اجمع صرف المطبخ اللي هو صرف مثلا لو هحط مثلا هاسس السباكه بشكل معين، هعمل بلاعه، الكلام ده كله عادي، انت ممكن ما يبقاش جوه كتب ولا جوه علم، بس المفروض انت تبقى ملم بيه عشان الشغل بره. وبتبدأ تطلع بره على المنور بتاعك او على المصعد، كذلك صرف الحمام، تبدأ تشوف صرف حوض الوش، صرف القعدة، صرف البانيو، وبعدين تبدأ تروح بالكلام ده كله برضو بمصورة تمشي في قلب المنور. المصورتين دول مصورتين رأسيين، ساعات بنسميهم في الشغل بتاعنا قايم الصرف. انا جايب لك القصة من الصفر، من الصفر تماما. قايم الصرف ده تخيل معايا بيرمي مية الصرف اللي هي طالعة من الشقة كلها تما كده من مطبخ وحمام، بيروح بيهم فين؟ لو يعني حد عارف الغرفة يجاوب. بتاعت الصرف اللي بتبقى قدام الله البيت. يفتح عليك، في غرفة الله يفتح عليك هندسة بتبقى المفروض قدام البيت، بتبقى في المنور، بتبقى في أي مكان يعني، بس بيبقى متخطط لها من الأول. تمام كده، اسمها غرفة تفتيش. الغرفة دي غالبا مش حد بيسجل طبعا الريكورد ده يا شباب ولا؟ أنا بسجل بدأت أهو. كلام جميل. الغرفة دي يا شباب بتبقى أبعادها، عشان لو عايز تسجل معايا حتى بورقة أو قلم بإيدك كده، بتبقى أبعادها غالبا بتبقى 60 في 60 في 60، يعني هي مربعة المقطع 60 في 60، والعمق بتاعها هو كمان ممكن يبقى 60. الناس أهالينا الطيبين زمان كانوا بيعملوها من الطوب، إنما هي المفروض تتعمل من الخرسانة وتتعزل، والقصة بتاعت العزل والكلام اللي أنت عارفه ده كله. المفروض إن الغرفة دي هتجمع صرف البيت كله اللي أنت عايش فيه. تمام كده؟ يبدأ الصرف ده يروح على فين؟ ها؟ يبدأ يروح على حاجه اسمها المطبق، البلاعه اللي بتبقى في نص الشارع اللي ليها غطا، اللي بنسميها مطبق او بياره، بتتسمى ده او ده معايا كده. المطبق ده بس الاسم التنفيذي بتاعها والعلمي اسمه مطبق او منهل. تمام كده، عباره عن ايه؟ عباره عن يعني بياره ذات قطاع دائري دوراني معايا كده، والمفروض ان بتستقبل الصرف، داخل فيها مواسير بتستقبل الصرف من غرف التفتيش على اليمين والشمال اللي جايلها من الشارع. طبعا كل مواسير الصرف دي وبتبدا تجمع فيها الصرف، تمام كده، تبدا ترميها من نقطه لنقطه. يعني هبدا اجمع في المطبق اللي هو الاولاني، هبدا ارمي بماسوره بقى بتمشي في قلب الشارع كده في نص الشارع، تبدا يرمي الصرف على المطبق الثاني، ويبدا يرمي على الصرف على المطبق الثالث، لحد ما يطلع بره على الشارع الرئيسي، ارمي على الشارع الرئيسي الصرف بتاع الشارع بتاعي، ابدا اجمع الصرف وهكذا، اروح بيه. سؤالي بقى، هي التجميع بتاع الصرف ده ماشي ازاي او ايه سببه؟ جاذبية، ماشي عن طريق جاذبية. يعني ايه جاذبية؟ يعني عامل يعني ميول، مناسيب او عامل ميول. الله يفتح عليكم، كلام جميل. ده حتى من الشقة، ده انا عايز اقول لك ان الكلام ده حتى من الشقة، يعني من وانت في الشقة اصلا بتأسس. عشان كده قصة العشرة سنتي البلاطة المخفضة، الكلام ده يمكن انت فاهمه اكيد احسن مني، اللي بنعملها في الحمام والمطبخ ده سببها، عشان قصة التخفيض دي، عشان قصة الماسورة اللي انا هميلها. كلام جميل، يبقى انا اصلا من الشقة معامل كده، ما بالك بقى الشارع نفسه اللي فيه كميات صرف اكبر. طيب المفروض ان انا هبدأ اجمع شارع يرمي على شارع يرمي على شارع، لحد ما اجمع الصرف بتاع الحي كله او المدينة كلها اللي انا بتكلم عنها. المفروض ان هيتجمع فين؟ في بيارة المفروض كبيرة، انها بيارة كبيرة. البيارة دي ايه اخبار منسوبها يا احمد علوان؟ منخفض، منسوبة تحت الارض، منسوبة اكيد هي هتبقى اوطى نقطة في المدينة، صح كده؟
اكيد دي هتبقى اوطى نقطه في المدينه. ما هي طالما هي هتستقبل كل الصرف بتاع المدينه كلها كلها يبقى هي اوطى نقطه. بعمل ايه؟ بقوم مركب مجموعه من الطلمبات عند البياره دي او عند البير ده او المطبق الكبير ده اللي بيستقبل الصرف بتاعي كله، وتبدا الطلمبات دي تزق الصرف لمحطه المعالجه اللي هي مكانها المفروض يبقى خارج المدينه عشان الامراض والروائح وكل اللي انت عايز تقول، زي محطه الصرف بتاع طنطا اللي جنب كارفور. المفروض ان زمان ما كانش في امتداد عمراني اصلا ولا اي عمران هناك، فكانت المدينه دي او المحطه دي بره المدينه تماما. تمام، ده الصوت فصل يا باشمهندس. كلام جميل ولا حد؟ الصوت فصل يا هندسه. معلش معلش انا اسف. ها كلام جميل ولا حد عنده مشكله في القصه اللي احنا قلناها دي؟ تمام يا هندسه. لا تمام يا هندسه. سامعني كده يا باشمهندسين؟ اه تمام. ها طيب طيب كلام جميل. طب يا شباب المفروض ان احنا نروح بالكلام ده نبدا ان احنا نصمم معالجه الميه. خد بالك بالمناسبه شبكه الميه نفسها، ميه الشرب وشبكه ميه الصرف اللي انا هجمع بيها ميه الصرف ومحطه الرفع اللي اسمها بامب ستيشن، ما عالجش التصميم بتاعهم الترم ده. التصميم بتاعهم هتاخده في مقرر اختياري الترم الجاي، اول لما منكم هيخش المشروع هيتعلموا. ها مفهوم ولا؟ احنا كلامنا دلوقتي عن محطه المعالجه بتاعه الصرف. طيب دلوقتي احنا ليه هنعمل محطه معالجه صرف؟ في قصه كده برضو في دقيقه كده. لا معلش حضرتك هتاخد غياب. لا ليه؟ إيه محمد حموده يعني كان بيستاذن عشان النور قطع عندهم، يعني انا كنت بقول لحضرتك يعني. لا تمام تمام ما فيش مشكله. لا لا تمام ماشي ما فيش مشكله. المهم يتفرج على الريكورد بس بعد ما ايوه لا اتفرج عليه اتفرج عليه عشان السكاشن دي مهمه. بصوا شباب الصرف بالرغم من ان هو الموقف ده بس فكرني بحاجه كنت عايز اقولها لكم اول حاجه، اصلا الصرف وشرح ومحاضرات الصرف وسكاشن الصرف بالرغم ان هي بتيجي في اخر سكشنين ثلاثه او اخر محاضرتين ثلاثه عليها من 40 ل 50% من الامتحان. يا نهار ابيض يا باشمهندس، يعني نص الامتحان او نص الامتحان. اوعى تتخيل ان عشان الصرف الدكتور قاله في اخر محاضرتين او ثلاث محاضرات والمعيد قاله في اخر سكشنين او ثلاث سكاشن ان كده انا سبتهم هجيب 70% 80% من الامتحان ومن الماده. لا يا هندسه تبقى غلطان. الصرف مليان نظري على فكره، الصرف فيه مسائل كتير جدا، فبيجي عليه من 40 ل 50%، يعني يا اقل من نص الامتحان بحاجه بسيطه يا نص الامتحان. فالناس تهتم بالصرف. نرجع تاني للقصه اللي كنت عايز اقولها لك. من 200 سنه من 200 من 150 سنه 200 سنه الناس كانت بتعمل ايه في الصرف بتاعها؟ يعني الناس كانت بتصرف الصرف بتاعها الصحي ازاي؟ ها في طرنشات تقريبا كانوا بيبقوا عاملين زي التفتيشات ايوه ويسحبوا منها الميه. ورا كل بيت كان بيبقى فيه طرنش. الطرنش ده يا شباب الصرف بتاع البيت كله او اللي كان بيتسمى بقى الدار او الضوء اي حاجه يعني بيروح ليه. وكان المفروض ان الكميات بتاعته بسيطه، فكانت الكلام ده بيترشح في التربه وكان بيبقى مدفون، الكلام ده بيندفن فما بيأثرش على الناس اللي عايشه ولا على البيئه اللي محيطه. تمام كده. طب ايه اللي حصل في 200 سنه الاخيره دي؟ لا الكلام اختلف. اولا رقم واحد الكثافات السكانيه زادت، فانت عندك بقت كثافات سكانيه رهيبه جدا وابراج، والشارع اللي طوله 80 متر ولا 100 متر بقى فيه مثلا 10 15 برج، البرج فيه بالاربع وبالخمس شقق، انت متخيل؟ فبص تلاقي ان في شارع بعرض 8 متر او 10 متر طوله 100 متر ولا 80 متر في كتله سكنيه اصلا قد قريه زمان. انت فاهم قصدي؟ ده شارع واحد في مدينه، انت متخيل؟ او في حي، انت 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 متخيل الرقم؟ فيعني عايزك تتخيل. فالكثافات السكانيه زادت جدا، فالكميات اصبحت صعبه ان البيئه تستوعبها. كمان انضاف على ده الصرف الصناعي، بقى عندك شوارع فيها مثلا مطابع، مدابغ، محلات مثلا احذيه، محلات بتستخدم ميه يعني بتصرف ميه بشكل معين، ففيها ممكن تتصنف تحت بند صرف كيميائي او صناعي. الكلام ده اختلط ودخل على ميه الصرف كمان معايا، فتسبب ان الخصائص بتاعه الميه بقت شديده التلوث، فاصبحت البيئه ما ينفعش اعتمد عليها ان هي تعالج نفسها بنفسها زي زمان. زمان لا، الموضوع كانت البيئه قويه والعادات قليله، الصرف بسيط بتاع التصرفات بتاعه الصرف بسيطه، فالدنيا تقدر ان هي تتلم. انما دلوقتي ما عادش القصه دي تحصل، ده بالعكس لو انا جبت الكلام ده ورميته باي شكل، بص بقى ما هو ايه اي شكل؟ اول شكل ان انا ارميه جوه طبقات
يعني اعمل بياره كده وارميه في قلبها، ايه اللي هيحصل؟ ما الميه دي يا باشمهندس هتترشح جوه طبقات التربه وهتبدا تختلط في النهايه بمين؟ بالميه مين؟ جوفيه. الميه الجوفيه، وده مصدر مهم جدا جدا عندك للميه الصالحه للشرب. فانت كده كانك بالظبط كان بتضر نفسك، يبقى ده غلط. طب الحاجه الثانيه ان انا اجمع كل الكلام ده وارميه في البحر، البحر او في النهر او في ترعه، ده انت كده بتدمر البيئه من حواليك والثروه السمكيه اللي ممكن تعتمد عليها كعامل رئيسي في التغذيه. طب ان انا هرميه في الصحراء، انت برضه يا باشمهندس هتتسبب انها تتكون امراض واوبئه وبؤره ممكن تتسبب ان هي بعد وقت معين تتنقل لك كده كده في قلب المدينه. ما تفكرش ان هارب بالكلام ده كيلو 2 كيلو 10 كيلو بماسوره مثلا وهرمي الكلام ده في قلب الصحراء والكلام ده، لا الكلام ده مش هينفع مع التصرفات العاليه والكثافات الكبيره والصرف المختلط اللي انا بتعامل معاه، ما عادش ينفع ان البيئه تعمل الكلام ده وتعالجه. فبعد كده ظهرت اهميه معالجه ميه الصرف واهميه ان انا اعمل محطات لمعالجه ميه الصرف. طيب في البدايه محتاج الاول اتكلم معاك عن ايه هي ميه الصرف، خد بالك الجزء ده فيه نظر كتير فلم الدنيا معايا. مية الصرف ببساطة عندي كمهندس، كمهندس بدون ما اخش بقى في البيولوجيكال ولا بدون ما اخش كراجل بتاع علوم، لا 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 انا الموضوع بالنسبة لي سيمبل خالص، كراجل مهندس صحية مية الصرف بالنسبة لي هي اي مية فيها حاجتين، فيها سسبندد سوليد مواد صلبة عالقة ومواد عضوية اورجانيك مطر. الاورجانيك مطر او المواد العضوية دي بتبقى مواد دايبة في قلب المية بيتعبر عنها بحاجة اسمها البي او دي او الاكسجين الحيوي الممتص. ركز في كل كلمة هتتقلك لان في تعريفات كتير جدا هنا في الصرف. ممكن يجي يقولك ايه هي الويست ووتر او ايه هي اهمية ان اعمل الويست ووتر تريتمنت، تقول له كل القصة اللي فاتت اللي انا قلتها لك دي اصلا معايا كده. وانت زي ما شفت في امتحان الميدترم النظري عليه ويت، في كل سؤال بيجي نقطة نظري بتبقى تلت درجة سؤال او ربع درجة سؤال حتى. المهم طيب يبقى هي احنا قلنا ميه الصرف هي اي ميه فيها، احنا عايزين الدرجات يا باشمهندس. حاضر حاضر حاضر، قلت لنا هديها لكم وما اديتهاش. حقك عليا حقك عليا حقك عليا والله، الدكتور لسه ما سلمهاش. ان شاء الله ان شاء الله هكلم الدكتور النهارده تاني. حاضر تمام يا ماشي ماشي يا جد. هو الناس والله الحمد لله ما شاء الله في السكاشن اللي انا بديها ظبطت الكلام، بس في ناس زعلت منها يعني في ناس ايه 12 و11 فزعلت منهم بصراحه، بس في عشرينات كتير ما شاء الله عشان اطمنكم يعني. من 15 نعم من كام، 15 ولا من 20؟ من 20، ما انا بقول لك في عشرينات كتير. تمام ما سمعتش. ادي الالوان ماينس عشان صح عشان نستعد. تمام بص يا رجاله. طيب إيه نسيتني والله كنت بقول هنا كنت فين. طيب فيجي يقول لك دي الاكسجين الحيوي بالظبط، فيجي يقول لك عرف البي او دي او ايه هي الاورجانيك مطر، اتكلم عن الاورجانيك مطر. الفكره تاني ميه الصرف بالنسبه لي هي عباره عن الميه اللي فيها سسبندد سوليد او اس اس، يعني اي رمز اس اس عندك في الورق افهم ان ده مقصود بيه سسبندد سوليد او مواد صلبه عالقه، ومواد عضويه اسمها اورجانيك مطر وبيتعبر عنها بالبي او دي. يجي يقول لك عرف البي او دي او البيولوجيكال اكسجين ديماند، الاكسجين الحيوي الممتص. اجل بس التعريف بتاع البي او دي ده دقيقه واحده وانا هفهمك يعني ايه. طب فهمنا ميه الصرف عباره عن ايه. انا بقى عايز اعمل معالجه ليه بعد ما اقول القصه اللي فاتت دي كلها، ان البيئه كانت زمان قادره وما عادتش دلوقتي قادره عشان الصرف ونوعيته وطبيعته وكده. لازم اقول له ان اهميه معالجه الصرف ان هو يحسن الخصائص بتاعه الميه بحيث ان انا لما اجي اصرفها في الطبيعه في المصارف المكشوفه اصرفها بامان بدون اي تلوث. خدت انت ماده في سنه ثانيه مهمه اسمها ري وصرف، عملت فيها تخطيط للتلاعب والمصارف، فعندي في الطبيعه في حاجه اسمها مصارف، المصارف دي المفروض يترمي فيها ميه الصرف بعد ما يتعمل له معالجه. فيعني عادي يا باشمهندس ان يترمي فيها ميه صرف، اه عادي ما فيهاش مشكله، والبيئه تبقى قادره ان تحتوي التلوث ده على فكره وتبقى اقوى منه وما تحسش بيه، بس ده بعد ما اعمل له عمليه معالجه. يبقى عمليه المعالجه المقصود بيها ان انا اعمل تخلص من المواد الصلبه العالقه والمواد العضويه وتوصل لنسب امنه عشان اصرفها بامان في المصارف عشان ما يحصلش اي مشكله بيئيه. تمام كده. ايه هي مراحل عمليه المعالجه؟ بيجي يتكلم عن الويست ووتر تريتمنت، تقول له اللي انا قلته وتكمل. خد بالك انا بس بعيد وازيد لان بفهمك، انما انت لما هتكتب الكلام ده هتكره في دقيقه. تمام كده، مش هياخد منك وقت. يعني ايه اهميه او ايه مراحل المعالجه؟
الستيبس بتاعت معالجه الصرف. بص بقى، في اي مكان في الدنيا معالجه ميه الصرف ليها خطوتين اساسيين، سواء المكان ده في دوله متقدمه او في دوله فقيره يعني متاخره ومتخلفه جدا. ايه هما مرحلتين معالجه الصرف؟ معالجه اسمها المعالجه الابتدائيه، ومعالجه اسمها المعالجه الثانويه او البيولوجيه. هو بس الدول المتقدمه ممكن تزود معالجات ثانيه على المياه عشان تحسن من جودتها. زي واحد قادر ان يجيب فلتر عنده في البيت شمعة واحده، حاجه سيمبل بسيطه دي مقدرته، واحد تاني قادر ان يعمل محطه معالجه يعني يونت كده عنده في قلب البيت، مش يجيب فلتر سبع مراحل، لا ده يعمل يونت كده معينه يعالج بيها المياه. هي برضه كده معايا، بس في كلتا الحالات هتلاقي ان ده وده بمشتركين في اول خطوه، انت فاهم؟ هي نفس الفكره. اول معالجه او اول حاجه من المعالجه اسمها المعالجه الابتدائيه، البرايمري تريتمنت. البرايمري تريتمنت دي لما تيجي تتكلم عنها ساعات بيقول لك ديفاين البرايمري تريتمنت او السكندري تريتمنت او البيولوجيكال تريتمنت. معايا كده؟ المعالجه الابتدائيه هي المعالجه الاولى اللي بتحصل لميه الصرف، وغرضها ان تشيل 3 ارباع السسبندد سوليد اللي موجوده في قلب الميه، يعني حوالي 75% من السسبندد سوليد، وحوالي ربع او 25% من الاورجانيك ماتر او البي او دي اللي موجوده في قلب الميه من المواد العضويه. يبقى هي كده بالعقل بالبلدي كانها هي معموله عشان تركز مع مين، كانك بتلعب جيم، كانك بتلعب جيم او ماتش او اي حاجه. انا في الشوط الاولاني عايز ان انا يعني انا هناك كنت خسران على ارض الفريق اللي قدامي ده 1-0، فعايز على الاقل في الشوط الاولاني اعوض اجيب واحد، ابدا العب الشوط الثاني ان انا افوز بقى. هي نفس الفكر معايا كده؟ فهي معموله عشان تركز مع السسبندد سوليد وتشيل 3 ارباع الكميه بتاعته من الميه، ولو قدرت تشيل حوالي 25% من البي او دي او الاورجانيك ماتر يبقى كتر خير الدنيا. طيب ايه المراحل بتاعتها؟ الشكل اللي هي قدامنا ده، احنا قلنا ان الميه الاول رايحه منين او داخله منين للمحطه، جايه لها منين؟ يعني من محطه الرفع البامب ستيشن، يعني الفلو فيها اندر ايه في الخط ده؟ اندر بريشر، اندر بريشر الطرمبات، صح كده؟ فعشان كده ده اسمه خط الطرد اللي داخل. فسرعه الميه بتبقى داخله بسرعات عاليه جدا، ودي ميه صرف. وارد جدا تكون الناس، معلش اهالينا البساط في الشوارع فتحوا مطبخ عشان يرموا حاجه، يرموا مثلا اكياس، وارد جدا ساعات بيحصل معايا كده. فانا مش عايز الميه تخش بالكلام ده، فهي لو دخلت بالسرعات العاليه دي هتبوظ وهتعدي بالرواسب اللي فيها كلها. انا في الاول عايز احجز الرواسب دي كلها مننا اللي بيسافر المحله قبل كارفور محطه الصرف بتاعه طنطا قبليه على طول. لو انت بصيت وانت راكب الميكروباص او راكب عربيتك هتلاقي خط الطرد تطالع من قلب الارض كده، لان هو ماشي تحت الارض طبعا مدفون، طالع ورامي الميه بتاعته او كاببها على حوض. الحوض ده متركب عليه مجموعه من الاسياخ. معايا كده؟ الاسياخ دي اللي هي سكرين. فايه اللي بيحصل؟ اول حاجه لازم ادخل الميه دي على حوض تهدئه. حوض التهدئه ده كل فكرته ان يقلل سرعه الميه، يهدي سرعه الميه. يعني كل فكرته يا باشمهندس بالبلدي ان يكبر القطاع. مش المعادله بتاعتي كيو بتساوي الاي في الفي، يعني علاقه الاي في الفي دي علاقه عكسيه، يعني كل ما كبر مساحه المقطع كل ما السرعه تقل. فانا كل اللي عايز اعمله ان انا اكبر المقطع. الصوت يا شباب، الصوت معلش اللي عنده دوشه، معلش معلش على اذنكم. تمام، بعد كده هنقل الميه من حوض التهدئه دي، ابدا ادخلها على السكرين او المصافي اللي انا قلت لك، الاسياخ اللي انت بتشوفها وانت مسافر على المحله اللي هي موجوده في الاول عشان تحجز اي كياس زباله، اي حاجه اجسام غريبه واقعه جوه الميه، اجسام كبيره عشان ما تسدلكش الدنيا جوه في المحطه، ما تعملش سدد يعني. معايا كده؟ قماشه واقعه، هدوم، مش اي حاجه. طب كلام جميل. بعد كده تبدا الميه تخش على وحدتين اساسيين، واحده اسمها الجريت ريموفال تشامبر، وحدة إزالة أو غرفة إزالة الرمال والحصر، وبعدها تطلع على حاجة اسمها البرايمري سيديمنتيشن تانك أو خزانات الترصيب الابتدائي. بكده المية حصل لها ثواني هندسة معلش، بكده المية حصل لها معالجة ابتدائية. يعني المية في نهاية البرايمري سيديمنتيشن تانك دي المفروض يبقى تخلصت فيها من كام وكام؟ ها؟ تفاعل معايا وافتح المية، تخلصت من قد إيه ومن قد إيه؟ في النهاية خالص 3 ارباع المواد العالقة، ثلاث ارباع المواد العالقة وربع المواد بالظبط. تمام يا هندسة، اللي كان عنده سؤال بقى باشمهندس بالنسبة للسكرين،
هو دلوقتي المياه جاية لها من الخط بتاع الطرد اللي هو كان جاي من طرمبات الرفع، صح كده؟ جميل. طيب هو اصلا لما انا جمعت المياه في المطابق لحد ما وصلت لطرمبة الرفع، هل قبل طرمبة الرفع لو في مثلا حاجة في المياه مثلا زي اكياس كبيرة، طرمبة الرفع مش هتتأثر بحاجة زي كده؟ كلامك صح، ده بيتعمل اصلا في البومب ستيشن. بس انا بقول ايه، وارد جدا وارد يكون الخط نفسه، الخط اللي هو خط الطرد نفسه بمرور الوقت، اصل دي ميه صرف هندسه يعني، انت فاهم قصدي يعني، معلش انا اسف في اللفظ، تخيل معايا الطبيعه بتاعتها. فوارد جدا بعد، اذا كان ميه الشرب بعد كل شويه او بعد كل وقت معين بتحتاج ان هي تتغسل من الرواسب، فما بالك دي ميه صرف، فالرواسب دي مع الدفع بتاع الطرمبات ممكن تجيب اجسام كبيره وتخش بقى المحطه مثلا. كمان خط الطرد ده بيبقى عليه غرف محابس وبتاع معاك كده، فوارد ان يكون عند اي صيانه داخل حاجه، وقع كيسه او بتاع. كمان يا سيدي وارد ان البياره اللي هتزق، او بامب ستيشن يعني اللي هتزق الكلام ده، تكون كفاءه السكرينه اللي فيها مش قويه، وبرده في مواد عدت، كانك بتامن نفسك يعني. تمام، فهمت. ماشي. بصوا يا شباب بقى، انا هنا قلت لكم ان المرحلتين الاساسيين اللي عندي التصميم بتاعهم او مطلوب مني تصميمهم، حاجه اسمها جريت ريموفال تشامبر، وحاجه اسمها البرايمري سيدمنشن تانك. الجريت ريموفال تشامبر ده غرفه ازاله الرمل والحصى ببساطه، واحفظ ورا اللي انا هقوله ده، عباره عن خزان ترصيب قطاع مستطيل. دايما قطاع مستطيل يا باشمهندس؟ اه دايما يا هندسه. قطاع مستطيل يعني طول وعرض وارتفاع معايا كده. الفكره فيه ان انا ارصب الحصو او الحبيبات اللي في حجم الحصو والرمل عشان ما تتاثرش جوه العمليات اللي عندي، ويحصل اي سبب او انسداد يعني في اي ماسوره. فمن الاول انا محتاج ان انا اشيلهم ببساطه يعني، معايا كده؟ يبقى ده رقم واحد، خزان ترصيب بسيط جدا طول وعرض وارتفاع. كل الفكره فيه ان انا عايز اشيل فيه الحبيبات اللي في حجم الحصو والرمل عشان ما تاثرش على العمليات بعد كده، او على سراين الميه او الانسداد يعني. بعد كده هخش بالميه لخزانات ترصيب ابتدائيه بالظبط اهو، واحفظ ورايا بالظبط نفس فكره عمل خزان الترصيب بتاع ميه الشرب اللي في محطه ميه الشرب. برضو قطاع ممكن يبقى دائري وممكن قطاع يبقى مستطيل على حسب، هحسب فيه نفس الحاجات اللي كنت بحسبها هناك. معايا كده؟ خلصنا من المعالجه الابتدائيه. تيجي المعالجه الثانويه، برضو هي اساسيه، حاجه اساسيه مش اختياريه يعني. معايا كده؟ المعالجه الثانويه هنا بتتسمى ساعات المعالجه البيولوجيه، بايولوجيكال تريتمنت او سكندري تريتمنت. طب بالراحه، ايه هدفها؟ ايه الهدف بتاع المعالجه الثانويه او البيولوجيه؟ بالتشبيه اللي انا كنت قايله لك، الجيم او الماتش، انا كده بالبلدي يا باشمهندس، انت قلت لي ان مشكله ميه الصرف دي في سسبندد سوليد وبي او دي. انت من المعالجه الابتدائيه تقريبا حليت مشكله السسبندد سوليد، لان انت تخلصت من ثلاث ارباعها. تمام كده؟ يبقى انت هنا المقصود بالمعالجه البيولوجيه دي ان انت داخل مركز مع مين، او عايز تزود التخلص بتاع مين؟ بي او دي، المواد العضويه، بي او دي. الله يفتح عليك. يبقى انا عامل المعالجه دي مخصوص، عامل الطريقه دي بالذات عشان اركز مع المواد العضويه، وان انا احسن نسبه الازاله بتاعتي. ها، واضح ولا مش واضح؟ تمام كده يا شباب. بتتم بايه؟ رقم اتنين، يبقى ده هدف رقم واحد. رقم اتنين بتتم بانهي اسلوب؟ اسلوب اسمه الاكتيفيتد سلادج، الحمأة النشطة زي ما الدكتور عبد العزيز اكيد شرح، واسلوب تاني اسمه المرشحات البيولوجية او التريكلينج فلتر. عنوان السكشنين اللي جايين، ولسه هتأكد اذا كان هو هيبقى سكشن واحد ولا اتنين. ها، حد بيحضر محاضرات مع الدكتور عبد العزيز؟ ايوه عندي. تمام، اللي بيجاوب، هل ادى حاجة اسمها تريكلينج فلتر او مرشحات بيولوجية؟ شرح المرشح الزلط. ايوه، كلام جميل. في الصرف صح كده؟ ايوه صح. خلاص تمام، يبقى احنا معانا سكشنين طالما هو شرحهم، وهتاكد برضو من الدكتور عبد العزيز وهرجع اقول له. تمام يا رجاله، دول الاسلوبين اللي بيتم بيهم المعالجه البيولوجيه. طيب عايز اسال الناس سؤال، في المعالجه البيولوجيه كده، في المعالجه البيولوجيه بعد ما عملنا كده، انت متوقع نسبه ازاله البي او دي ايه اللي يحصل لها؟ تزيد 3 ارباع، تزيد شاف. برضو توصل لحوالي، الله يفتح عليك، توصل لحوالي ان الميه اللي خارجه من بعدها يبقى فيها ثلاث ارباع الحاجات اللي الميه داخله المحطه ليها اصلا اتشالت. يبقى الميه كده كانها خرجت بعد المعالجه الثانويه فيها ايه؟ ربع المواد اللي كانت داخله بيها سسبندد سوليد وربع المواد العضويه، صح ولا غلطان؟ مظبوط. تمام، سؤالي ليكم، ايه اللي انت متوقعه يحصل للميه بعد كده؟ ها، عايز اسمع اجابات. ترمي في مصر.
تترمي في المصرف بقى، يا اما نعيد استخدام لو عايزين نعيد استخدامها ندخلها على مراحل المتقدمه او استخدمها في الزراعه. دي اجابه، دي اجابه محترمه اللي هو اللي هو احمد علوان. احمد علوان صح يا احمد؟ ايوه تماما. بس ايوه اللي هو اللي هو ايه اللي هو يا رجاله اللي هو نعم الزراعه مستخدمه في الزراعه عادي يعني. ما انا هكمل لك بقى، اسمع مني. بص بص يا ريس، هو الراجل بيقول ايه؟ اما يا باشمهندس ان انا اكتفي بالقدر ده وارمي الميه في المصارف المكشوفه بامان وكده البيئه ملهاش اي حاجه عندي ولا عملت ليها تلوث ولا حاجه وانا كده مطمن وفي بطني 24 قيراط ولا مطمن 24 قيراط، او ان انا لو انا في دوله متقدمه ابدا اطبق حاجه اسمها المعالجه المتقدمه Advanced Treatment أو المعالجة الثلاثية Tertiary Treatment. مننا اللي ملاحظ من 2016 بدأ الرئيس والناس والمحافظين والوزراء ورئيس الوزراء يتكلم عن تطبيق حاجة اسمها أسلوب، لو أنت دخلت حتى على النت وكتبت هتلاقي الموضوع ده، أسلوب المعالجة الثلاثية في الصرف الصحي. تيجي تلاقي بيقول لك إيه، تم تطبيق أسلوب المعالجة الثلاثية في محطة مثلا محطة صرف طنطا، مش عارف محطه ايه في البدرشين، محطه الجبل الاصفر، تم تطبيق الاسلوب المعالج. ليه؟ لان حضرتك دخلت في حاجه اسمها الفقر المائي وعندك بقى فيه شح للموارد فانت عايز تعمل ترشيد. طب انا بعمل المعالجه الثلاثيه ليه؟ عشان اعمل اعاده لاستخدام المايه تاني. ما خد بالك، خلينا نتفق ان بعد المرحلتين دول انا هرمي المايه مش هقرب ناحيتي، تمام كده؟ طب انا ايه اللي هستفاده بقى لو انا عملت معالجه ثلاثيه؟ هغرم فلوس، بس ايه اللي هستفاده؟ لا هتستفاد اول حاجه هتروي اي مناطق خضراء فيها يعني بس ما بتاكلش منها، اللي هي مثلا زي ملاعب الجولف، زي مثلا المناطق الخضراء في قلب المدن والميادين. ما هو الكلام ده بدل ما ياخد من حصه ميه الشرب اللي انت بتشربها وبتستخدمها، لا الكلام ده عمله بالميه اللي انت عالجتها بقى. كمان ممكن تستفاد بيه بان انت تعمل استصلاح للاراضي الزراعيه، انا اسف، استصلاح للاراضي الصحراويه. الارض الصحراء في الاول بتبقى عايزه ميه بخصائص معينه، يعني فيها كميه مواد عضويه عاليه على فكره، فانت في الاول ممكن تستهلك كميات منها ان انت تعمل استصلاح للاراضي. كمان ممكن تستهلك المياه دي او تستخدمها في ان انت تزرع اشجار تستفاد بيها من الخشب بتاعها، تبدا تاخد الخشب بتاعها، ما انت حاجه مش هتاكلها، انت هتستفاد بيها في حاجه مش هتاكلها ولا هتشربها. متفقين كده ولا في مشكله؟ ايوه مظبوط. بس يا باشمهندس قال لك ان احنا ممكن استخدمها في ري الاشجار اللي هي لا لا تشرب ايه؟ انا ما كنتش عايز بصراحه. على فكره عايز اقول لك في كود بحاله، احنا عندنا في الصحيه 8 او 9 اكواد على فكره، في كود اسمه يعني تقريبا اسمه كده، يعني الميه المعاد تدويرها من مخلفات الصرف الصحي واستخداماتها. بيقول لك ان انت لو وصلت بالخصائص بتاعه الميه دي لنسب معينه ممكن تزرع بيها حاجات ليها قشره تاكلها، يعني بيعتبر ان القشره دي يعني حاجه زي عامل امان ليك، مش حاجه هتاكلها على طول زي الطماطم مثلا، لا حاجه ليها حاجه قشريه مثلا، انت فاهم الحاجات دي بالظبط مثلا. طيب يعني واتفر. ساعات بيجي يتكلم بقى يقول لك عرف ايه هو البيولوجيكال اكسجين ديموند او البي او دي، او اتكلم عن ازاي بتتخلص من، زي ما انا كاتب لك تحت كده لاني جاي قبل كده في امتحان قال كده، هاو تو ريموف، ها هاو تو ريموف اورجانيك ماتر فروم ويست ووتر، ازاي بتتخلص من المواد العضويه. نعم. ولو انا دلوقتي مش هعمل عمليه المعالجه اللي هي الثالثه والميه هحطها في مصارف، مصيرها ايه بقى عند المصارف دي بقى؟ عند المصارف؟ بعد ما احطها في المصارف الميه دي هتروح فين بعد كده؟ انت لما خدت في ماده الري والصرف، في ماده الري والصرف خططت مصارف، المصارف دي ماشيه فيها الميه اندر ايه؟ اندر جرافيتي بميول. انت كنت عامل نهايتها فين؟ نهايتها في البحر. بس تمام. فانت عندك في 100 اسلوب، ممكن 100 اسلوب، بس خد بالك هي حتى لو اترمت انت ما انتش خايف منها، لان الميه بقت فيها خصائص المفروض ان هي خصائص كويس. وخد بالك زي ما قلنا في محطه الميه برضو نفس الكلام، في محطه الصرف، في عندي في محطه الصرف معمل كيمياء كل شويه وظيفته يحلل الميه من اللي داخله واللي خارجه وفي النص، عشان لو في مشكله او في ملوثات عاليه يبدا يقول يا جماعه، تبدا مؤشر كده ولمبه حمراء تقيد، يا جماعه خدوا بالكم المشكله موجوده في المركب الفلاني، المشكله ان خصائص الميه ليها شكل كده يعني. طيب ساعات بيجي يقول لي ازاي بنتخلص من المواد العضويه اللي موجوده في قلب ميه الصرف. ببساطه يا شباب، المواد العضويه دي مشكلتها ان هي دايبه في قلب الميه، يعني مش قادر تحكمها معايا كده، دايبه. فعشان اتخلص منها الفكره ان انا بعمل ايه؟
باجي في الاكتيفيتد سلادج او تريكلينج فلتر الاثنين اللي هي الحبقه النشطه او المرشحات البيولوجيه، بقوم جايب بكتيريا، البكتيريا دي بجيبها واحطها انا بايدي في قلب الميه، قلب ميه الصرف معايا كده، عشان تعمل ايه؟ عشان تتغذى على المواد العضويه وتبدا تاكلها وتكسرها وتتخلص منها. ما هي لما هتاكلها خلاص انا كده في السيف سايد. طب ازاي يا باشمهندس هتاكلها وانت في السيف سايد؟ ما هو الميه فيها بكتيريا. لا ما هي خد بالك بعد ما هتاكلها مش هتلاقي حاجه تاكلها، هتبدا تتغذى على نفسها وتاكل نفسها فتموت. انت فاهمني؟ يبقى ده الاسلوب اللي متبع في المعالجه البيولوجيه، ان انا بعمل ايه تاني؟ ان انا هجيب ها البكتيريا وابدا احطها في ميه الصرف بحيث ان هي تتغذى على المواد العضويه. يعني ايه تتغذى عليها؟ يعني تمتص منها الاكسجين اللي موجود فيها، تعمل عمليه اكسده ليها. فاللي انا استفدته كده ان حصل ان من هنا جه الاسم حتى الاكسجين الحي والممتص. لما الاكسجين اتشال من المواد العضويه دي، المواد العضويه دي اتحولت بقت ليها شكل يقدر انها تترسب، لان الاكسجين ده كان مخليها فايقه وصحيه ودايبه في قلب الميه. انما لما يحصل لها اكسده حولها من صوره لصوره، الصوره الثانيه دي بقى قدرت ان انا ارسبها وقدرت ان انا اتخلص منها. الناس فاهمه يا شباب؟ من هنا جه تعبير او لفظ الاكسجين الحيوي الممتص. حد عنده مشكله يا شباب ولا تمام؟ البكتيريا تموت عادي استخدامها ازاي؟ تعيد استخدام ايه؟ بكتيريا. لا ما هو انت في كل دوره معالجه هتجيب هتشتغل ببكتيريا. ما انا برجعها، هي بتبقى في عندي مخزون بقعد ارجع منه. لا 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 استنى بقى، بص انا عارف ان انت حضرت المحاضره فانت فاهم يعني ايه ترجعها، صح كده؟ تمام. لا انا خليني دي بقى للسكشن الجاي، يعني خليها انا اقولها. يعني انا عارف انت بتسبق انا، عشان بس لو حد ما حضرش المحاضره يبقى انا مش معاك ستيب باي ستيب. المره الجايه اقول لك البكتيريا دي، يعني انا عارف ان ممكن حد يسالني معلش يا باشمهندس دي تبقى ميه صرف وميه وحشه واروح اشتري لها بكتيريا كمان؟ لا الفكره مش في كده، سيبها السكشن الجاي اقول لك ايه اللي بيتم. تمام. طيب يا رجاله هنا بقى نرجع تاني للمعالجه الاوليه او الابتدائيه اللي هي عنوان السكشن بتاع النهارده، لان عنوان السكشن الجاي هيبقى المعالجه البيولوجيه اللي هو الاسلوب الاولاني الاكتيفيتد سلادج. السكشن اللي بعديه هيبقى المعالجه البيولوجيه بالاسلوب الثاني تريكلينج فلتر. المعالجه الاوليه او الابتدائيه هنا هصمم فيها مين؟ حاجتين، الجريت ريموفال تشامبر اللي هو غرفه حجز الرمال والحصو، والبرايمري سيديمنتيشن تانك خزان الترصيب الابتدائي. طب كلام جميل. هنا في الجريت ريموفال تشامبر قلت لك ان هو خزان مستطيل زي ما انت شايفه كده في الرسمه عندك، ليه طول وعرض وعمق. الزمن بتاع بقاء الميه فيه بيبقى حوالي 60 ثانيه بالكثير 60 ثانيه، يعني ممكن يعني يوم ما اسيبه كتير يبقى دقيقتين ولا حاجه، اللي هو 90 ثانيه او 120 ثانيه. تمام كده، يا دوبك الميه بتخش فيه وتقعد الزمن بتاعها عشان ترصب الحصو بتاعها. اللي مطلوب مني ان انا اجيب الدايمنشن بتاعه الخزان ده، وطالما هو خزان ترصيب يبقى انا اقدر اتكلم فيه عن حاجه اسمها سيرفيس لودنج ريت. ها فاكرين لما جينا اتكلمنا في السيرفيس في الخزان الترصيب قلنا ان طالما بتكلم عن خزان ترصيب يبقى لازم اذكر رقم السيرفيس لودنج ريت؟ فاكرين مش احنا قلنا كده في الميه؟ زي بالظبط لما جينا نتكلم في الميه عن المرشحات الفلاتر، قلنا طالما قلت ببقي كلمه فلتر يبقى انا لازم اتكلم عن حاجه اسمها ها ايه؟ ريت اوف ايه؟ ريت اوف فلتريشن. الريت اوف فلتريشن. تمام كده كلام جميل. فانا هنا بتكلم عن حاجه اسمها سيرفيس لودنج ريت او السرعه الرأسيه، برضو هتساوي التصرف على المساحه. المساحه اللي انا بتكلم عنها هنا انهي مساحه؟ طالما بتكلم عن سرعه رأسيه يبقى انهي مساحه؟ المساحه اللي هي الافقيه اللي هي عليها. الله يفتح عليك. المساحه اللي هي بتاعه القاع اللي هو دايما هيبقى ال في دبليو، لان دايما القطاع بتاعه مستطيل. طب كلام جميل. هنا برضه يا باشمهندس خد بالك من حاجه، هو الترصيب هنا بيحصل ازاي؟ نتيجه وزن الحبيبه ولا انا عامل قوه غير وزن الحبيبه وغير قوه الجاذبيه بتاثر؟ المفروض نتيجه وزن الحبيبه. لا وزن الحبيبه ما عملش حاجه بتاثر عليه. هو الباشمهندس عايز يقول انا ما جيتش شمت الميه، هنا الترصيب ترصيب طبيعي. طالما نطقت ببقي ترصيب طبيعي وما عملتش حاجه اثر عليه، يبقى انا اقدر اطبق قانون مين؟ فاكرين الجاذبيه اللي قلناه في الميه؟ قانون ستوك. يبقى انا هنا برضه في قانونين للسرعه الرأسيه. ايه هو القانون اللي انا عارفه اللي هو بتاع السيرفيس لودنج ريت تصرف على المساحه؟ القانون الثاني بتاع قانون ستوك. بس وظيفه قانون ستوك ان يديني مين؟ قطر الحبيبه اللي هي هتترصب. واخد بالي ان قانون ستوك ده بيشتغل بثلاث حاجات، ها جرام وثانيه وايه؟ افتكر معايا، جرام وثانيه وسنتي. يعني كنا بنقول ان الجي تي بكام مثلا عجله الجاذبيه؟
981. كلام جميل، كلام جميل. طب كلام جميل برضو تالت، عندي في قانون تالت للسرعة الرأسية، مش أي سرعة عبارة عن مسافة على زمن. مظبوط. هنا لو أنا عايز أطبق القانون العام بتاع السرعة اللي هو المسافة على الزمن، هي المسافة هنا أي مسافة؟ دي العمق اللي الحباية تنزل، الارتفاع الرأسي، الحباية تنزل فعلا المسافة دي على الزمن. يبقى أنا لو قدرت أقسم الاثنين على بعض يديني قيمة surface smoothing gradient. الـ VH هنا برضو بنفس الأسلوب هيبقى لها قانونين، إما أن يبقى تصرف على مساحة، وأنا فاهم أن المساحة المرة دي أي مساحة، مساحة جنب الخزان أو جدار الخزان، تمام كده. والـ VH برضو ممكن أقول أنها بتساوي المسافة اللي هتمشيها الحبيبة خلال طول الخزان يعني على الزمن، يعني الـ L على الـ A. ها تي تي الـ L على T. هنا في حاجة أنتوا كلكم درستوا هيدروليك، هيدروليكا، عشان احقق اقصى قطاع او احسن قطاع هيدروليكيا فور بيست هيدروليك سيكشن بيتاخد الدبس مره ونص العرض. يعني عشان اعمل قطاع الشغل الهيدروليكي فيه تمام بدون ما اخش في تفاصيل ومعادلات، احسن قطاع هنا ممكن اشتغل بيه ان الدبس بتاعي ممكن يبقى مره ونص، مين مره ونص العرض. كلام جميل. طيب بعد كده خلينا قبل ما ندي في اللي بعد كده ندي مثال. ها المثال اللي قدامنا ده قال لي ان انا عندي محطة صرف، انا عارف ان انا كاتب لك الداتا على طول، بس المثال هتلاقي عندك في الورق كمان صفحتين. ها كمل معايا كده. ها قال لي ان انا عندي محطة صرف طالب ان احنا نصمم فيها جريت ريموفال تشامبر، هو طالب ده لو كانت ال VH بكام 31 متر على الثانية والدبس بتاع جريت ريموفال تشامبر 80 سنتي او 8 من 10 متر، الرو بتاعة المواد اللي هتترسب اللي هي المواد العلقة اللي هتترسب 2.4 من 10، والسيرف سودنج ريت او السيتلنج فلوستي كانت 2.2 من 10 سنتي متر على الثانية. خد بالك التصرف اللي كان داخل للوحدة بتاعة جريت ريموفال تشامبر مقداره 25000 متر مكعب في اليوم. كلام جميل. طالب الدايمنشن والريتنشن تايم، وطالب الدايمتر بتاع البارتكلز اللي هتترسب. والله عشان ده مش قرآن، انا ممكن ما ابتديش بالترتيب. طالما بيسألني عن البارتكلز اللي هو المطلوب الثاني بتاع الحبيبات، طب انا ممكن اجيبه على طول من مين؟ تعود مباشر من مين؟ ها جاوبوني، اجيبه من مين ده يا شباب؟ بسرعه الله يفتح عليك. الفي احطها بكام؟ بسرعه الرئيسيه كام يعني؟ 3-1 2-2 كام؟ سنتي سنتي سنتي. عايز تحولها ولا هي كده مظبوطة؟ هي سنتي للثانية مظبوطة كده مظبوطة. الله يفتح عليكم، برافو عليكم. طيب ابدأ اعوض في القانون، الجي عندي حافظها، الرو عندي، الدي عندي، الميوت دهاني، انا اسف الدي انا مش الدي مش عندي، الدي انا اللي هجيب. تعوض تلاقي ان الديامتر بتاع الحبيبات 17 من 1000 سنتي معايا كده، ده قطر الحبيبات اللي هتترسب في الزمن ده، وانا عارف ان المياه لما هتخلص وتعدي بعد الزمن المعين اللي انا هحسبه لسه ده، المياه هتعدي فيها مواد صلبه تانية، بس اكيد ليها قطر اقل من ايه؟ حجمها اقل من ايه؟ من ده. طيب يا باشمهندس طلب مننا هنا ان احنا نجيب الدايمنشن، حد عنده تصور اجيب الدايمنشن ازاي؟ لو حد جدع انا معايا الدي، يعني الدي وهجيب من السرعه الرأسية برضو، بس معاش الزمن ده. طب يا باشمهندس سهله، هو انا معايا ال دي اتش وال في في وال سي ال ار، وانا لو استخدمت ده او ده عادي جدا اقدر اجيب الباقي. يعني مثلا على سبيل المثال انا استخدمت ال في اتش او ال في فيرتيكال يا سيدي اللي هي زي ما هي قدامنا كده السرعه الرئيسيه، وقلت ان هي بتساوي المسافه على الزمن. طب ما سهله كده هندسه، المسافه وعندي هو مدهاني جيفن ب 8 من 10، الزمن عندي، الزمن انا اسف مش عندي هجيبه، طب السرعه، ما هي السرعه عندي هندسه يعني 2.8 من 10، هو المجال اللي بجيب الزمن. اه بس اوعى تنسى تحول السرعه المتر على الثانيه، لان حضرتك حاطط الدي بالمتر معايا ولا ايه؟ ايوه تمام تمام هندسه. كلام جميل. ال في اتش برضه ممكن استخدمها واقول ان هي بتساوي ال ال على تي، فال ال عندي ولا مش عندي؟ لا مش عندي، انا محتاج ان انا اجيبها. التي عندي، اقدر من ان انا اجيب ال ال، يبقى بعد الخطوه دي بقى عندي العمق هو مدهوني واللي اللي انا حسبت والريتنشن تايب. طب انا عايز يا باشمهندس اجيب البعد اللي باقي. ها العرض ده اقدر اجيبه بقى، اجيب معايا برضه معايا التي الحجم بالظبط،
اقدر اجيب من معادله الفي بتساوي كيو في تي صح كده، او اقدر اجيبه من معادله الفي اتش تصرف على مساحه، او اقدر اجيبه من معادله الفي في الفي فيرتيكال برضه تصرف على مساحه. يعني الثلاث والثلاث ارقام هيدوني نفس الرقم المفروض. ها مفهوم يا شباب ولا حد عنده مشكله؟ اوعى بس تنسى حاجه مهمه جدا، هي انت عارف المساله بتاعت الدرس ده لما تيجي في الامتحان الطلبه بتبقى مبسوطه بيها جدا لانها سهله، يعني هي تحل في سطرين اتنين. سيبك من ان انا اعمل ده، انا عشان بس افسر لك واشرح لك وكده تمام كده، انا لو بحل كام بحل في سطرين ليه في الامتحان. بس خد بالك اوعى تنسى تحول الكيو، الكيو عندك بكام؟ بالمتر مكعب عدي، انا محتاجه ان تبقى بالمتر مكعب على ها الثانيه كلام جميل. طيب نيجي لتصميم الحاجه الثانيه اللي هو تصميم خزان الترسيب الابتدائي. كلام جميل. ها تصميم خزان الترسيب الابتدائي اللي هو البرايمري سيدمنتيشن تانك هو نفسه يا باشمهندس التصميم بتاع نفس الخزان في الميه نفسه، بس القيم هتختلف. يعني ايه؟ يعني برضو لازم يبقى عندي سيرفيس لودنج ريت اشتغل عليه، يعني الدهاني في المساله يحسبه اللي هي من 30 ل 45 ماشي، برضو هيديني ريتنشن تايم او هحسبه بحيث ان انا اقول ان الفي بتساوي كيو في التي، وابدا احول الحجم لايه؟ لابعاد طول وعرض وارتفاع صح ولا لا؟ مظبوط. وابدا احول الحجم لابعاد طول وعرض وارتفاع. كلام جميل. الابعاد هنا خد بالي من حاجه مهمه جدا، ان انا مش عايز اعمل فيها اي فواصل عشان ده خزان ضخم، يعني ال ما تزيدش عن 40 او 50 متر. ايه الرقم اللي قاله لك الدكتور عشان ما نعملش فواصل؟ 50 متر على 40. كلام جميل. طيب الفاي لو هو خزان دائري هتبقى المساحه عندي بكام، او الحجم بتاع الخزان الدائري بايه؟ حجم الخزان الدائري بايه؟ باي على 4 فاي تربيع في مين؟ في الدي. برضو الفاي ما تزيدش عن 40 متر القطر، البي ما يزيدش عن 10 متر عشان ما تجنب الفاصل، الدبس من 3 ل 5 متر، الريتنشن تايم هيدهوني او هحسبه ولو انا بصمم من الاول ماخدوش اكتر من 2 ل 5 او من 2 ل 3 ساعات، الاوفر فلو وير هحسبه يا باشمهندس نفس القانون برضو اللي فات، الكيو بتاع الخزان الواحد اقسمها على ان يعني على ال وير، ال وير هنا عندنا ايه ظروفها؟ اتكلم معايا بس انا خد بالك انا بجري في الكلام ده لان الكلام ده انا بقراه لك لان شرحه قبل كده. ها اللي اللي وير هنا يظروفها نفس الكلام اللي فات يعني الاول لو ده هي هيبقى المحيط، لو مستطيل هيبقى الاول البي بعد كده حاجه البي الاول البي بي زائد ال على 3 2 البي 3 البي صح كده تمام. الفكره في القيم بقى هناك انا كنت بقارن بكام، حد يجاوب ويقول لي بس مش بلاش احمد علوان يعني أيوه. مش قصدي شباب ها 600 و450 يا اندر. مين اللي بيتكلم؟ محمد طارق. مين؟ محمد طارق. محمد طارق. محمد ايه طارق؟ محمد طارق عبد الحميد. انا من سكشن 4 صح هندسه؟ ايوه هندسه. واحمد علوان سكشن 1 صح يا احمد؟ تمام يا هندسه. تمام يا رجاله. كنا هناك بنقارن ب 450 و600 في حاله الهضار الفي نوتش او المستطيل، لا هنا عندي قيمه واحده وخلصنا، ده ميه صرف يا هندسه، يعني انا مش مركز معاها التركيز بتاع ميه الشرب تمام كده؟ فانا بقارن ب 500 وكان انا بصر عليهم خلاص. ثالث حاجه بجيب مين؟ او رابع حاجه بجيب مين؟ حجم الروبه اللي هتترسب. معايا كده ولا ايه؟ نفس القانون اللي قلناه المره اللي فاتت، حد يبص في القانون كده هل في اختلاف؟ ها هل في اختلاف؟ لا هو نفس القانون اللي فات يا هندسه. معلش اتفضل يا الجزء اللي هو البي زائد ال على 3 كان ثاني اللي هي ال بتاعت الخزان. لا ما هي هنا ما هي هنا غلط، هي برضو في حاطه ثاني واحده ولا ده مش سؤالك على الترتيب. انا قصدي ال ال دي هتبقى ال اللي هي طول الخزان ولا ال اللي هي نفسها البي؟ لا طول يعني الخزان. يعني ايه اللي هي نفسها البي؟ طول الخزان هو مفكر ان هي ال بي زائد ده هي العرض، يعني بي زائد بي على 3. لا هي طول الخزان. لا 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 هي هناك برضو كان بي زائد ال على 3 هندسه. ما انا اصل انا كنت بتجادل بس فكنت عايز اتاكد من المعلومه دي. تمام جدا يا باشمهندس. لا لا ما بص بس ما دايما الهضاب طوله هو نفس عرض الخزان صح كده اللي هو البي، بس هل بقى البي هتكفي ولا هتبقى مش مكفيه فزود عليها مره الا على 3، ولا زود عليها بي بنفسها ويبقى زي السلم؟
او 3 بي ويبقى زي السلم المتدرج كده، انت فاهم قصدي؟ تمام اه تمام جدا تمام رجع. هو احنا هنا طيب الفيس لارج 500 ليه؟ احنا كنا لا يا انا ما قلتش ليه، انا هناك كنت بقول قيمتين، هنا بقول قيمه واحده لان ده صرف صحي يعني مش محتاج ان انا الموضوع يبقى مدقق فيه زي الميه يعني. طب وهي دي الشكل هتضر اللي هو عامل ازاي؟ اي حاجه، لا هتضر اي حاجه، اي شكل هيشتغل القيمه ما تزيدش عن 500 سواء الفي نوتش او الـ او الـ او الريكتانجولر. تمام ومفيش غيرهم يعني معايا. تمام تمام يا رجاله. طب نرجع تاني، الفي سلادج ده هل هو نفس القانون ولا اتغير؟ هو نفس القانون يا باشمهندس، هيديني كل حاجه وما اشغلش بالي حتى من التحويلات لان ال10 اس 6 اللي تحت في المقام معوضه لي موضوع الايه التحويلات، صح كده ولا ايه؟ مظبوط تمام. في بس فرق دي او قبل الفرق ده خلينا نكمل، انا كنت بجيب في سلادج دي ليه؟ لان حجم ده عباره عن حجم الرواسب في اليوم الواحد للخزن الواحد، مفهوم؟ مفهوم يا رجاله؟ ايوه تمام. طب انا لو عايز اجيب بقى حجم الحيز اللي تحت الخزان، الحيز اللي هو الكون او الحيز اللي بيجمع في الرواسب اجيبه ازاي؟ من الفيس لادج ديت بقى احولها ل الفيس لادج دي اقسمها على رقمين، فاكر اللي هو مين؟ ان في ان اللي هو عدد مرات التفريغ، واقسمها في مره تانية على عدد مين؟ الحيز اللي موجود في الحيز، كم حيز الموجود في البلاد حصل فيها تجميل، صح كده؟ ولو الاثنين مش عندي هعمل لهم اسيوم، يعني لو الاثنين مش مديهم لي هعمل لهم ايه؟ اسيوم. كل ما الرقم كبر كل ما كبر الاسيوم. الله يفتح عليك. سؤال بقى يا رجال، الاي اس اس اللي في البسط ها المقصود بيها ايه؟ الافشنسي بتاع ترسيب السسبندد سوليد. الله يفتح عليك، كفاءه ازاله السسبندد سوليد، كلام جميل. هناك في المايه كانت رقم معطى ولا انت بتحسبه ولا بتجيبه؟ كانت معطى. هنا بقى رقم انا مش هبقى معطى بالنسبه لي، هنا الرقم ده هيديني ليه كيرف. ركز بقى يا هندسه، هنا الرقم بتاع كفاءه ازاله السسبندد سوليد والبي او دي هجيبهم من كيرف من منحنى. الفكره في ايه بقى؟ ان بيرسم لي علاقه بيانيه، هو بتبقى العلاقه دي عندنا على فكره يعني موجوده اصلا في المراجع والكود والكلام ده كله، على محور واي الكفاءة، على محور اكس قيمة surface loading rate بتاعي اللي انا شغال بيه في المسألة او في التصميم. فالقيمة دي المفروض انا حاسبها او هي عندي في المسألة نقطة، المفروض ان انا اخش على محور ايه؟ على محور اكس احدد النقطة اللي انا هقف عندها تبعا للقيمة اللي مدهاني للsurface loading rate، وقوم طلع بخط رأسي ها اعين اقاطع انا اسف اقاطع منحنى البي او دي اللي هو اللي تحت ومنحنى suspended solid اللي هو اللي فوق، وجايب كفاءة ده وكفاءة ده. بس افتكر ان انا في القانون ده شغال على السسبندد سوليد، امال يا باشمهندس بتقول لنا انا بجيب كفاءة البي او دي ليه؟ ده كده بجيبها كده يعني حلاوة روح يعني، انما انا مش هعمل بيها حاجة، القانون شغال للسسبندد سوليد. ليه يا باشمهندس؟ لو حد عنده اجابة محترمة يجاوب. ها ليه القانون اللي فوق ده شغال للسسبندد سوليد؟ عشان انا برسم المرحلة دي الخزان اللي انا عاوز اخلص منه ترسيب. هنا انا عايز ارسم. مين اللي كان بيتكلم مع مين اللي كان بيتكلم مع احمد علوان؟ انا هندسة احمد شهر. اسمك ايه؟ احمد محمد شهر. هم نفس الناس برضو شباب اللي بيجاوب معايا، احمد عبد موجود، سلمي، شعبان، حجازي، السيسي. ماشي، انا عايز اشوف ناس ثانيه يا شباب، الناس تتفاعل زي ما زمايلكم بيقولوا يا شباب، زي ما زمايلكم. انت يا باشمهندس قلت لنا في الاول، قعدت ترغي كده وتصدعنا، قلت لنا ان المعالجه الابتدائيه دي غرضها ان تركز مع السسبندد سوليد، فاكيد القانون ده لما هاجي احسبه هحسبه للسسبندد سوليد. انا عايز اقول لك ان في ناس ساعات لما بتيجي تصمم محطات بتعتبر ان انا مش هشيل حاجه اصلا من البي او دي في المرحله الاولى، ودي الورست كيس، هخش المرحله الثانيه كده كلها على بعضها تما كده وانا معايا كل البي او دي ما شيلتش منها اي حاجه، ما دي الورست كيس، صح ولا لا؟ تمام. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني وبعد اذنكم يا رجاله، معلش عشان بس زمايلنا وندي فرصه معلش للناس، يعني علوان ومحمد طارق والسيسي وحجازي وشعبان وسلمي واحمد عبد موجود، يعني انا عايز ناس غير اللي انا نطقتها دي. هو هنا حد عنده تفسير ليه منحنى البي او دي هو اللي تحت وليه منحنى الاس اس هو اللي فوق؟ حد غير الثمان شباب ولا الست شباب اللي انا قلتهم؟ حد عنده تفسير يا شباب؟
حد عنده سؤال؟ حد عنده يعني تفسير لده يا باشمهندسين؟ طيب اللي عنده اجابه يجاوب حتى من الناس كلها. لان الكميه بتاعت دي اصلا اكبر من دي كميه بقى هندسه. سسبند ستورج اكبر من المواد العالقه. مين اللي بيجاوب؟ اسمك ايه هندسه؟ احمد محمد شعبان. بص يا شباب، هو احمد شعبان عايز يقول ايه؟ اللي جاوب بشكل تاني يا باشمهندس، ما هو طبيعي طالما انت بتقول ان انا عامل او مخترع المعالجه الابتدائيه عشان تشيل لي 70% من السسبندد سوليد، فطبيعي ان كفاءه ازالتها هي اللي تبقى فوق في المنحنى عشان تدي كفاءه ازاله اكبر. يعني ده الشكلين دول لما تبقى منحنى الاس اس هو اللي فوق ومنحنى البي او دي هو اللي تحت، ده يتفق مع اللي انت لسه قايله ان هي غرضها ازاله الاس اس اكتر من البي او دي، صح كده؟ انت عايز تقول كده يعني؟ تمام يا رجاله، ده شكل المنحنى اللي عندنا معايا كده اهو، زي ما انت شايف دايجرام عليه منحنيين، منحنى للبي او دي مش خط مستقيم، هو منحنى على فكره، ومنحنى للسسبندد سوليد. الفكره ان انا بشوف الاوفر فلو ريت او السيرفيس لودنج ريت هي نفس الاسم، ابدا اخش بيه واحدد نقطه واقطع اجيب كفاءه ده وكفاءه ده. طيب تعال نشوف السؤال الاول. السؤال الاول انا حليته معاك جوه اللي هو عن الجريت ريموفر تشامبر. تعال نشوف السؤال الثاني. ها السؤال الثاني بيقول ايه؟ جريت ريموفر تشامبر ليه سرعه تصرف مقدارها 33 متر على الثانيه. طب دي تبقى سرعه افقيه ولا راسيه يا شباب؟ افقيه. ايه افقيه؟ عشان في رو ال رو افقيه. الله يفتح عليك. هو بيقول لك الفلو سرعته كده، التصرف سرعته كده، كمان رجع قال لي سيتلنج فلوستي، قالها لك اهي صراحه، يعني سيتلنج فلوستي يعني سرعه. كلام جميل بقى قد كذا. عايز يحدد الجريت ريموفر تشامبر دايمنشن، الدايمنشن بتاعته ايه لو التصرف اللي داخل المحطه دي 9000 متر مكعب في اليوم، مع اعتبار ان الدي خدها بمره ونص الدبليو فور بيست هيدروليك سيكشن. يعني ها اعمل ايه؟ والله مش هندس المساله دي، يا ريت تجيني في الامتحان لانها ادفع مساله ممكن تجيني في الترم كله. ببساطه الفي اتش الرقم اللي عندي ده عباره عن تصرف على مساحه، المساحه اللي عندي دي كام في كام؟ مساحه ايه؟ جنب الخزان. مساحه راسيه دي في الدبليو، صح؟ طب هو مديني علاقه ما بين الدي والدبليو، ده رقم واحد. يبقى المساله هنا مجهول في مين؟ في دبليو بس يا هندسه. بس اوعى بص كلنا هنحل المساله دي صح، اللي هيغلط هيغلط في التحويل، كلكم بتحلوها والله صح، بس كل اللي بيغلط مننا بيغلط في ان بينسى يحول، بيحط ال 9000 كلهم على بعضهم. ازاي يا باشمهندس تحط تصرف 9000 متر مكعب على اليوم في الوقت اللي فيه السرعه انت حاططها بالمتر على الثانيه مش اليوم؟ جبت الدبليو، قدرت تجيب الدي، قرب الابعاد، اوعى تقبل بالابعاد اللي جايه لك، قرب الابعاد. معايا يا شباب؟ طيب مين. بعد كده عشان اجيب بقيه الدايمنشن انا جبت الدي والدبليو، فاضل ال ال اجيبها ازاي؟ والله يا باشمهندس برضو الفي اتش عندي نفس الرقم، لو قلت ان بتساوي ال على التي هلاقي ان لا ال معايا ولا التي معايا، يبقى انا محتاج اجيب التي. اجيبها ازاي؟ ما انا في عندي حاجه لسه ما استخدمتهاش هندسه، السرعه الرأسيه. السرعة الرأسية هتساوي ايه؟ مسافة على زمن. المسافة عندي جبتها دي الزمن بقى ان انا اجيبه. حد عنده مشكلة في المسألة الهبلة دي؟ تخيل المسألة دي بتيجي في الامتحان بس الناس بتغلط ان هي بتحول غلط، بتعوض في قانون غلط كده يعني. حد عنده سؤال يا شباب؟ لا تمام. بس هي الابعاد يا باشمهندس بتطلع صغيرة كده الدي وال ما انا بقول لك يعني مثلا انا قلت لك هي قناه بسيطه، انت لو نزلت محطه صرف فعلا وجيت تقول لهم فين الجريت ريموفر تشامبر هيقولوا لك اهي. هي حاجه بسيطه، ابعادها بسيطه عشان الزمن فيها قليل، انا ما بسيبش الزمن فيها كتير، انت واخد بالك؟ كمان هي غرضها ان تتخلص من حاجات بسيطه بس. معايا كده؟ طيب هنا في المساله بقى الثالثه والرابعه بدا يتكلم عن تصميم البرايمري ستيشن. بس يا هندسه تعال لي اتفضل. في احواض فصل رمال بتبقى عمقها كبير، يعني مثلا بتوصل في احواض 5 متر. احواض ايه؟ احواض ايه؟ فصل رمال بتبقى فيها الكلام ده. ما هو عشان التصرف برضه هو اللي حجمك يا هندسه. خلينا بص يا هندسه، خلينا نقول ده على هندسه. التصرف 9000، احنا كنا بنتعامل مع تصرفات ال 5000 وال 20000. شفت الباشمهندس بيقول لك ايه؟ الله ينور عليك يا هندسه، اسمك ايه يا هندسه؟ محمد طارق عبد الحميد. لسه انت واخده برضه يا باشمهندس.
هي ما بتختلفش من الناس اللي معايا. طب تمام الله ينور يا كان. نوع البناء بتاع نفسه بناء انا مثلا بسيبها لوحدها ولا مثلا بضيف لها حاجه زي عجل الموضوع؟ لا 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 بص الناس خلينا نقول احنا اتفقنا على ايه. انا لو عندي تصرف يعني حنفيه مفتوحه وعايز الحنفيه المفتوحه دي احط تحتها حاجه بحيث ان هي يعني تحوش فيها اللي هيسقط منها مثلا لحد ما اعمل مشوار، دايما العبره بمين؟ بالغياب بتاعي، بالزمن، صح ولا لا؟ تمام. فانا لو انا عندي الزمن مثبته ان هو دقيقه يبقى انا عندي الفاكتور الثاني مين؟ ما هو الفوليوم. بص يا اسامه، هو دايما الفوليوم بيساوي كيو في التي. انت التي خلاص عند انت بتقول لي المحطات المحطه العمق بيوصل 4 متر صح كده؟ تمام. ما هو يوصل 4 متر صح، لان دايما العمق بيتاخد مره ونص العرض. فانت لو هو 4 متر يبقى العرض بتاعك كان كام؟ كان 2 متر برضو، يعني ايه حاجه كده اكنها مضمومه معايا كده. فهي الفكره في ايه؟ ان الزمن هو اللي هو دقيقه، او ساعات ممكن الزمن يوصل لدقيقتين كمان. التصرف الفاكتور الثاني هو هو ده اللي خلى فيه كبرى عندي للابعاد. اكمل تمام يا شباب معايا؟ لا الصوت كان راح بس معايا يا شباب. ما انا بقول لك الفاكتور الثاني هيبقى مين؟ هيبقى التصرف. زي ما الباشمهندس رد عليك قال لك انا هنا بتعمل 9000 متر في اليوم. ده انت المفروض لو تفتكر في الارقام اللي كنا بنشتغل بها في المسائل كانت 50000 و60000 وفي مسائل كانت 100000 متر مربع. 90 ايوه انا فاهم السؤال، بس الفكره يعني مثلا اللي هو كان حوض بيضيفوا فيه اكسجين يعني. لا انت ما قلتليش حته الاكسجين دي، انت قلت لي ايه؟ انا بضيف لسه يعني بكمل اكسجين، حط مواسير اكسجين في الحوض نفسه. لا بص يا ناس، المواسير الاكسجين دي لو هضيفها عشان غرض تاني خالص في المعالجه البيولوجيه لسه هيجيله، عمر ما يكون ضافها في الجريت ريموفال دي. اقصى حاجه بيعملها في الجريت ريموفال دي ايه يا هندسه اللي انا ما جبتش سيرتها دلوقتي، ولو دخلت معانا المشروع هنقولها لك، ان الجريت ريموفال ده اللي بيحصل عليه ان انا بجيب هو بيتخلص لي من الرمل والايه والحصب صح كده؟ لا، وجنب منه بيتخلص من الزيوت والشحوم. يعني على الوش كده بجيب مقشطه اسمها مقشطه الزيوت والشحوم، ببدا انت عارف ان الزيت هيطلع هو، انما انا لا جبت سيره اكسجين ولا بيتعمل فيه اكسجين، ما بيتعملش فيه اكسجين، مش دي الحته اللي بيتعمل فيها اكسجين. تمام يا رجاله. طب بص المساله اللي بعد كده بيتكلم عن البرايمرز ستيميليشن تانك وتصميمه. لقيته بيقول لي محطه والسوتر تريتمنت بلانيت هاز تو برايمري ستيميليشن تانك. الله، ده هو جاب لي العدد، وكان الاتش كل واحد فيهم 20 متر ان دايمتر. ايه ده يا باشمهندس؟ ده هو جايب لي حتى قطر كل واحد فيهم 20 متر وز 2 متر دبس. ده كده مديني العدد ومديني الابعاد تماما، وقال لي ان الكلام ده داخل له 13000 متر مكعب في اليوم. عايز يحسب السيرفس لود جريت والريتنشن تايم وكفاءات ازاله السسبندد سوليد والبي او دي. اول حاجه الريتنشن تايم معايا الكيو ومعايا الفوليوم. السيرفس لودنج جريت في ثانيه باب الاول كلمتين قالها بالراحه. بس انا عايز اسال سؤال، هي ال 13000 متر مكعب دي دخل كام خزان؟ انا بس عايز اشوفك فهمت السؤال ولا ما فهمتوش. خزان ايه؟ اوعى تفكر ان هي دخل خزان واحد، يعني معلش في الكاميرا راجل عمال يجي يقول لك محطه فيها خزانين، كل خزان فيهم كل واحد فيهم قطره كذا وعمقه كذا، والمحطه داخلها 13، يبقى هو بيتكلم ان الخزانين مع بعض داخل لهم ال 13، يعني الخزان الواحد داخل له كام؟ 6.5، صح ولا انا غلطان؟ ساعات انت بتفهم المساله غلط، بتشرق بتحل غلط، هي هنا الفكره. طيب كلام جميل. نيجي للحل، السيرفس لودنج ريت قانون يا باشمهندس انا حافظه من 3 4 سكاشن ورا بتاع الترصيب، هو عباره عن تصرف على اريا، التصرف هقسمه على الاثنين، والاريا عندي باي على 4 في 20 تربيع، جبت قيمه مين؟ جبت قيمه السيرفس لودنج ريت. اعمل بيه ايه؟ الشاشه بتتغير ولا ثابته؟ هي دلوقتي قدام المساله، على المساله دلوقتي. غيرت. خش على الكيرفات بقى هندسه، جيب الشاشه اتغيرت يا شباب؟ لا لسه معلش انا اسف النت فعلا. هنخش على الكيرف يعني بالسيرفس لودنج ريت بالظبط بالظبط. انا رجعت للشاشه للكيرف اللي عندي اللي كان في الشيت اللي من شويه اهو، بدل ما كنا بنجيب المفروض ان انا اخش للكيرف ده ازاي؟ انا حسبت السيرفس لودنج ريت طلعت معايا كام في المساله؟ 20، وش اقول ان هي 20؟ قول يا سيدي بالوهم كده ان هي طلعت 20،
جيب لي اس اس والاي بي بي او دي. ها معايا شباب؟ اه تمام كده معايا. الشاشه اتغيرت لسه برضه؟ اه كده اتغيرت. اتغيرت معايا شباب؟ تمام. هو لما تبقى 20 اطلع كده على الكيرف. ما هي 20 موجود ده عندك هندسه اول تاني خط راسي من ال 20 اللي هي اس اس. والله هندسه ممكن تطلع يعني حوالي 70 او اقل من ال 70 حاجه بسيطه صح كده. ها والاي بي او دي تطلع كام؟ يطلع حوالي 36 ولا حاجه. 36 صح صح تطلع فوق ال 35. تطلع فوق ال 35 صح كده. صح يا هندسه. لو رجعت تاني للمساله اللي كنا فيها في الحل هتلاقيني فعلا جايب الكفاءة الإزالة حوالي 69% ها وكفاءة البي او دي 36%. الشاشة اتغيرت ولا رجعت ولا ثابتة لسه؟ تتغير بتتحرك اهو بتتحرك معايا. تمام يا شباب. طيب بعد كده طلب الريتنشن تايم. يبقى انا كده جبت الكفاءات فاضل وحسبت الاس ال ار. الريتنشن تايم اجيبه ازاي؟ ها عندي ثلاث طرق. الله يفتح عليك. دي فعلا اللي انا كنت عايز اسمعها. خد بالك يا هندسه انت قدام درس النهارده بيتحل بكذا طريقه. يعني ايه؟ زي ما بيقول الباشمهندس عندي كذا طريقه. اول واحد ممكن يجي يقول انا هستخدم السيرف ستودنج ريت وقول ان هو بيساوي الدي على الزمن. فعندي الرقم بتاع السيرف ستودنج ريت وعندي الدي. طب ده واحد. حد تاني يقول ايه؟ انا عندي المعادله المشهوره الجميله اللي بتقول الفي بتساوي الكيو في التي. صح ولا لا؟ مظبوط. وانا افضل تستخدم المعادله دي. ليه؟ افرض انت حاسب السيرف ستودنج ريت غلط. ايوه بالظبط كده. كنت لسه اقول كده. اضمن واحده فيهم دي. الله يفتح عليك. طيب بعد كده طلب مني الوير لودنج. يعني ايه الوير لودنج؟ يعني الاوفر فلو وير هيساوي مين؟ تصرف الخزان الواحد على ال وير. ال وير هنا بكام يا شباب؟ ها حد يجاوبني. وحيد بقى بالمحيط 2 باي ار او باي الفار. تمام كده. كلام جميل. طيب يا شباب كده المساله خلصت. واقول له ان هي اقل من 500 يبقى سيف. طيب لو هي كانت اكبر من 500 اقول له ايه؟ تشينج مين؟ اغير مين؟ القطر ولا العمق؟ القطر هنقلله شويه. لا اوعى هنزوده شويه. هنزوده يا رب. هنزوده عشان نخلي ال 500 يقل عن 500. الله يفتح عليك. طيب الويست ووتر اداني في المساله الاخيره قال لي ويست ووتر تريتمنت بلانيت المايه اللي داخله لها عباره عن 25000 متر مكعب في اليوم. السيرفيس لودنج ريت قد كده. الريتنشن تايم ساعتين. عايز يصمم الخزانات بتاعه الترصيب الابتدائي البرايمري سيدمنتيشن تانك. يحسب البمبر والدايمنشن. لو كان القطاع مره سيركولر ومره القطاع ريكتانجولر. حد عنده مشكله في المساله دي؟ والله يا باشمهندس هقول له اولا السيركولر سيكشن لو قطاع دائري. عندي الرقم اللي هبتدي منه مين؟ ابتدي من السيرفيس لودنج ريت ولا ابتدي من الفي بتساوي كيو في التي؟ ها الفي بتساوي كيو. الاثنين يا باشمهندس الاثنين لازم استخدم الاثنين. لازم استخدم الاثنين. هستخدم مره معادله السيرفيس لودنج ريت ومره هستخدم معادله الفي. الاثنين مع بعض يحلوا لي المساله كلها. يجيبوا لي الان والدايمنشن. يعني لو انا استخدمت السيرفيس لودنج ريت هيبقى عباره دي على التي. فالدي عندي مش معلومه. التي عندي اللي معلومه. فاقدر على طول اجيب الدبس. يبقى انا كده جبت من السيرفيس لودنج ريت جبت مين؟ جبت بعد. ها كمان اقدر من نفس المعادله اجيب اقول ان هي بتساوي التصرف على الاريا. صح كده ولا لا؟ ايوه تمام. صح ولا لا هندسه؟ اللي هي التصرف. بس التصرف ده يتقسم على ان. صح كده. والاريا اللي تحت دي تبقى باي على 4 فاي. فانا افرض واحده اجيب الثانيه. ما هو عندي ان وفاي مجاهيل. يا سيدي افرض واحده وهات الثانيه. مش قضيه بقى. مظبوط صح. حد عنده مشكله؟ طب البعد اللي باقي خلاص يا باشمهندس. ما هو البعد اللي باقي انا جايبه في مره الدي بتساوي 3.4 هي كده جبتها من فوق سواء بمعادله الفي بتساوي كده. خلاص كده كل الابعاد عندي اصلا معلومه. لا بعد باقي ولا حاجه. طب لو القطاع ريكتانجولر حد عنده مشكله لو القطاع ريكتانجولر؟ انا مش هتكلم. اديني فرد مسهل لي الدنيا. هي بقول لك ان ال بتساوي 4 البي. ف هم برده مجهولين اثنين بس. الله يفتح عليك. تمام يا رجاله. حد عنده مشكله يا شباب في الدرس بتاع النهارده؟ لا بس كنا عايزين الشيت بتاع الاستورج يا باشمهندس. الشيت بتاع الاستورج انا حد طلبه مني بس انا اللي نسيت. انا اسف. لان الشيت اللي ده مكتوب عليه ان هو بتاع الماجستير. ف انشات بتاع ايه؟
المكتوب الشيت اللي معانا مكتوب عليه ان هو لدرجه الماجستير، فاحنا اتلخبطنا هل ده الشيت بتاعنا ولا مش بتاعنا ولا ماجستير. طب فين هو ماجستير ده شباب اللي بعت لكم؟ ما اعرفش حضرتك بعت ايه بصراحه. طب فين الشيت ده؟ بعته لي كده. بس كنا جايبينه من داتا السنه اللي فاتت، بس مكتوب عليه كده ان هو خاص بالماجستير يعني. اصل الماجستير ما بياخدش جراوند ستورج خالص. طب ابعتوا لي كده هندسه، حد يبعتوا لي بس عشان كده. ابعتوا حد ابعتوا هندسه تكنو. انا ما نزلتوش بس خلاص. هو ثاني حاضر هبعته لكم. كان عندي بس معلش اتفضل سيدي. بس شيء قديم شويه. اتفضل عندك سؤال فيه يعني؟ اه اللي هو المساله اخر فضل. اخر شيء في الورشيت الاوبريشن كلام ده كان مدينا هنا ان المحطه التصرف بتاعها ب 18000 متر مكعب على الدي، بس لما جينا نحل فرضنا يعني ما فرضناش عدد تنكات، يعني استعملنا التصرف ده في الكليتر على طول. ما هو فعلا ما عندكش غير لان هو بيقول لي ديزاين هوريزونتال فلو بافلد تشامبر. قال المفروض فهي بافلد تشامبر عندك، بس بافلد تشامبر الشانل في الكليتر هي حاجه واحده بس، صح كده؟ انا في الحاله دي اخد ال 18 اقسمها على الاثنين واصمم ده. ايه فين الاثنين؟ ما انا جاوبتك بقى فين الاثنين كده. محطه هيبقى فيها بس خزان واحد عادي. الحاله الوحيده، بص بس، الحاله الوحيده اللي انا بحتاج ان انا اعمل فيها حاجه واحده ضد القاعده اللي انا بقول ان البرمين او يساوي الاثنين، الحاله الوحيده هي البفلد تشامبر معايا. بس ما في يعني. البفلد تشامبر خليه واحد بس. بالظبط هو والربع. هو اصلا اصلا اقول لك على حاجه، هو ايه احنا برضو لازم نبقى مش حافظين، لازم ابقى معاه في تشغيل الدماغ. هو ايه اللي هيحصل في البفلد تشامبر ان يعطله؟ اولا الماء بتجري فيه من نفسها، لا في اله ميكانيكيه هتعطل ولا في حاجه هتتسد ولا اي حاجه، ده الميه بتجري ما بين شويه حيطان، انت فاهم قصدي؟ وخلاص. فانا مش خايف منه يعني، انما انا دايما ببقى خايف من ايه، حاجه تتسد فاحتاج ان انا اغسلها زي الفلاتر، حاجه تعطل زي مروحه بتقلب ولا انت فاهم قصدي؟ ده ملهوش صيانه يعني كتير، مفيش منه قلق. بالظبط مفيش منه قلق يعني. يعني ده هو ايه هو السي او دي؟ بصوا يا شباب، احنا قلنا من شويه في حاجه اسمها البي او دي اللي هو البيولوجيكال اكسجين ديماند اللي هو الاكسجين الحيوي الممتص، وفي حاجه اسمها الكيميكال اكسجين ديماند الاكسجين الكيميائي الممتص. هما الاثنين يعني مجازا كده بدون ما نخش في تفاصيل عشان ما تتلخبطوش، بيعبروا عن كمية المواد العضوية. واحد للي بيقدر يتحلل والتاني للي بيقدر يتحلل وما يقدرش يتحلل من المواد العضوية. لا تاني كده سمي، واحد ايه؟ البي او دي للمواد العضوية القابلة للتحلل، التاني السي او دي للمواد العضوية القابلة للتحلل وغير قابلة للتحلل، فبيبقى بالظبط. ففي النهاية اللي بيعبر عنها البي او دي. هو الدكتور تعمق معاكم في الحتة دي؟ هو كان كاتبها بس كده كجمله وقعد يشرح لنا بس ال الفرق. هو قال فيها شويه لنا ترجم لنا. انا فاكر ان هو قال الحاجات ديت وقال مهمه ومش عارف ايه وكده، ما عشان كده انا بسال بس. ايوه لا تمام زي ما زميلك جاوب كده، واحد للمواد العضويه القابله للتحلل والبي او دي للغير قابله والقابل. طب بالنسبه هندسه للنقطه اللي كنت قايل عليها اللي هي بتاعه الهواء اللي بحطه في حوض فصل الرمال، هل قلت ما بحطش هوا فيه؟ لا بص، انت قلت اكسجين صح كده بس. لا مش قصدي اكسجين معنى اكسجين. لا 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 اصل خد بالك، لا مش قصدي ان انا دقق معاك وانا رخم. لا اصل كلمه اكسجين اصلا، بص السكشن الجاي لما اجي اتكلم معاك في البيولوجيكال تريتمنت هتلاقيني بقول لك البكتيريا اللي انا بضيفها دي، مش انا من شويه قلت لك ان انا هضيف بكتيريا هتتغذى والقصه وبتاع والحكايه، صح كده؟ البكتيريا دي عشان تفضل عايشه وتبقى فعاله وتخلص من المواد العضويه عايزه حاجتين، عايزه اكسجين تتنفسه ما هي كائن حي، وعايزه غذاء اللي هو المواد العضويه. اول ما حاجه فيهم تتمنع عنها البكتيريا دي بتموت. فكلمه اكسجين انا فهمت ان قصدك بيها عشان البكتيريا، فمش دي المرحله اللي انا هحط فيها الاكسجين. مش قصدي انت لو قصدك هواء انا ممكن انا اكمل لك بقى، انما لو انا قصدي هواء ممكن يتحط هواء. ليه؟ هو انا عايز الميه، انا عايز استغل حوض ازاله الرمال ده او غرفه ازاله الرمال دي ان انا افصل الشحوم والزيوت اللي موجوده زي ما شرحت لك عن الحصو. فانت لو عندك ميه صرف مختلط فيها زيوت وشحوم مع حصو كده، الفكره في الهواء اللي داخل ده ان كانه بيفصل لي، بيروق في الميه وبيفصل لي
عارف المنخل، كاني بعمل بالمنخل كده الفرق ما بين الحاجه اللي بتعدي منه والحاجه اللي بتتحجز عليه، هي اكنها نفس الوظيفه عشان اخلي الزيوت والشحومات في بعض. انا اعوم الشحوم والزيوت على ايوه، واقوم شايلها بالكشاطه او بالكساحه اللي فوق على الوش، حاجه زي المساحه كده بس يعني. تسلم هندسه. ممكن ابقى اجيب لكم فيديوهات للحاجات دي ان شاء الله. بس حد يفكرني يا رجاله، انا كذا مره اقول لكم بس انا بنسى والله، حد يبقى يفكرني. رشمونس يبعت لنا الفيديو، يبعت لنا حاجه، وانا ان شاء الله لو كده هبعت لكم الحاجه تشوفوها. هم ثلاث حاجات بس يا باشمهندس، الفيديو والدرجات بتاعه الميد تيرم والشيت بتاع الاستوديو. حاضر يا هندسه. حاضر يا باشمهندس. ده الواحد لينا طلب بس صغير يا باشمهندس، اقف معانا فيه. احنا الشيتات بس يا باشمهندس، احنا في جزء منها احنا كنا حلينه بالميد ترم، بس يعني كنا حلين مش اللي هو المنظم وكده، فاحنا بس عايزين تخف علينا ان احنا ايه يعني نحل من كل شيت، يعني من كل نوع مسائل مساله مثلا، فاهم؟ مش نسيب حاجه. طب ده حل احلى من اللي انا قلته كمان. انا كنت قايل ايه للمندوب لمنتصر ولمحمد السيد، كنت قايل له الناس تحل لنا ان احنا نحل الشيتات لحد الديسنفكشن واللي بعد الديسنفكشن ده اوفر، تمام؟ لا ده حل احسن. حل يا سيدي مساله او مسالتين من كل بس من كل الشتات بما فيهم. انا خايف والله، خايف عشانك. مش على فكره انا الدرجات هظبطها، هقفل للناس بس الناس مش مشكله يا باشمهندس، انت كده عملت معانا صح خالص. الناس اللي هتتقفل اكتر اللي بتتفاعل معايا، عشان اكون امين معاك برضو، لان هم دول نفس السته سبعه اللي بيجاوبوني كل مره بنفس اصواتهم بكل حاجه. انا برضو واخد بالي من مين اللي بيبقى معايا ومين اللي مش معايا. بس الفكره في موضوع الشتات ده، خلاص ده حل احلى نعمله ان شاء الله، مساله او اتنين بس كل الشتات بما فيها الميه والصرف. انا عشانك انت، عشان انت الصرف انا يعني حاسس ان انتوا هتهملوه مش اكتر. لا كده كده انت ما عملت معانا الصح خالص. تمام حبيبي، يبقى احنا كده مننا ذاكرنا وما كروتناش وما نقلناش الشتات، ده حل كويس. تمام يا شعبان. تسلم هندسه. تمام يا رجاله. تمام يا سلمي، الناس كلها تمام. كده تمام يا رجال. انا هبقى حدد مع المنتصر ومحمد السيد ميعاد السكشن الجاي، وممكن يبقى مثلا حد اثنين، يعني بلاش حد، خليه اثنين ثلاث، واحد في اخر الاسبوع تخلص باذن الله. تمام ان شاء الله يا باشمهندس. بس بالله عليك يا باشمهندس، ما تنساش تكلم الدكتور بس على حوار الدرجات. حاضر والله. تمام حبيبي. ماشي يا باشا. ماشي حبيبي. ماشي. مع السلامه.